واحدة من أضخم الجنازات الرسمية في كوريا الشمالية، شارك فيها الآلاف وبينهم الزعيم كيم جونغ أون في تشييع قائد عسكري بارز. أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون شارك في تشييع القائد هيون تشول هاي، وهو مارشال في الجيش الكوري الشمالي من مواليد 13 أغسطس عام 1934. عمل هيون كحارس شخصي لكيم إيل سونغ، وهو الدور الذي منحه مكانا في تاريخ كوريا الشمالية الثوري، ولعب دورا أساسيا في إعداد كيم جونغ أون ليكون زعيم البلاد قبل وفاة والده الزعيم الراحل كيم جونغ إيل في أواخر عام 2011. شارك كيم جونغ أون مع مسؤولين بارزين في حمل نعش هيون قبل أن يهيل التراب على قبر معلمه في المقبرة الوطنية. أظهرت مقاطع الفيديو كيم ومئات من الجنود والمسؤولين ينحنون بحزن أمام قبر هيون، وتجمع الآلاف من الجنود في ساحة بيونغ يانغ، ثم خلعوا قبعاتهم وأدوا تحية صامتة قبل مغادرة السيارة التي تحمل جثة هيون في طريقها إلى المقبرة. وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى أن عددا كبيرا من الجنود والمواطنين خرجوا في الشوارع تعبيرا عن حزنهم، ونعى الزعيم الكوري معلمه بكلمات مؤثرة: اسم هيون تشول هاي سيذكر دوما جنبا إلى جنب مع الاسم المهيب لكيم جونغ إيل.